این شکوه چیزی نیست جز اقتدار این رقم 2 راح يكون لقائنا الأول مع الكاتبة اللبنانية الدكتورة زينة جرادي اللي صنفت سفيرة الأدب العربي بلبنان. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. يا هلا. الحمد لله الحمد لله، والله طيبين بوجودكم. بداية قبل لا ندخل ونتعرف عن حضرتك وعن مشاركتك، أريد أعرف انطباعك بما أنه الزيارة الأولى لك في العراق ومشاركتك بمعرض بغداد الدولي، شلون شفتيها؟ شلون تفسريها؟ كان من زمان طموحنا أنه نجي على العراق كونه القارئ النهم موجود بالعراق، يعني من الواضح أنه دايماً لابد من زيارة أو ختامها مسك يكون معرض بغداد الدولي للكتاب. بعد عدة معارض قدمناها بأنحاء الوطن العربي بين أبو ظبي والقاهرة ولبنان، نتشرف بالحضور إلى العراق الحبيبة وشعب الطيب. شرفنا بنفس الوقت تواجدكم هنا، يعني شيء طبيعي أنه نكون موجودين هون كأمة عربية واحدة نقرأ نفس اللغة وتوحدنا الكلمة والحرف، يجب أن نصل إلى العراق الحبيب. أريد أعرف أنه بما أنه المشاركة الأولى إليك، ليش ما شاركت بالدورات اللي سابقة؟ أنت عارف الأوضاع السياسية بالعالم العربي بشكل عام تخفف من وطأة الخوض في غمار، يعني الانتقال من مكان إلى آخر سياسيا، لأنه بتخاف من الأوضاع. صحيح بتخاف منها، كانت السبب الأساسي، بس بالنهاية لابد أنه نكسر هيدا الحاجز، يعني ما حنوقف عند هاي الأوضاع. بالنهاية كلنا أمة عربية وكلنا منحب بعض، فلازم نوصل لهون. الآن خلي ندخل، يعني بما أنه سفيرة الأدب العربي في لبنان، هذا اللقب يعني شو وقت تقريبا انطوك هذا اللقب، سموك بهذه الصفة؟ بتخيل بعد عمل إعلامي وكتابي وروائي فوق 20 سنة، بعتقد بستحق أنه أوصل لهيدا اللقب. طبعا كتير إنجاز مهم الحصول على لقب سفيرة الأدب العربي في لبنان، لكن الأهم أنه نقدر نوصل من خلال الكلمة اللي نحن عم نكتبها إلى قلوب القراء، اللي نحن بنتمسك بوجود الكتاب بين أيديهم، لأنه هو العبور منا لإلهم نحن. المؤلفات أو الإصدارات اللي طبعتيها كم مؤلف لحد الآن؟ عندي رواية السجينة بين قضبان الزمان، هيدي الرواية صحيح. في بعد منا عملت خربشات امرأة اللي هو نصوص نثرية، وطبعا سجينة بين قضبان تمت ترجمتها للغة الإنجليزية لأنه نالت شهادات تقدير، ومشان هيك ترجمناها للإنجليزية، وحتى عرض علينا كمان تحويلها إلى عمل مسلسل تلفزيوني درامي، ونحن بصدد من فترة يعني عم نحكي مع عمل يعني اكو اتفاقات عربي. صار اكثر من لقاءين او ثلاثه، وحضرنا اول 3 حلقات سيناريو حوار. هذا عصر هذا لو شنو؟ ان شاء الله بنشوفه عمل تلفزيوني ان شاء الله. باقي المؤلفات اللي موجوده هنا بعد غير سجينه بين هون الثلاث كتب موجودين مشاركين بهذا المعرض. بالقريب العاجل في يعني بمعرض بيروت بديسمبر ان شاء الله رح ننزل بكتاب جديد، رواية جديدة اسمها في حضرة القدر، ونعمل كمان على كمان كتاب رواية انسانية تدعى جانسون، هيدي مفاجأة في الاسلوب الجديد الكتابي، يعني حيكون دور خلي مفاجآت ما تحرقهم كلهم. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك، وانا بتشكرك كثير على هاللقاء الجميل، وبتشكر قناة الايام اكيد، بيشرفنا نكون موجودين معكم على الهواء، وهيدي قيمة لنا اكيد، نحن ضيوفكم هون بس بنعتبر العراق بلدنا.
لهيك نحن مقيمين مثلنا مثلكم ونحن أبناء هذا البلد. شكرا لكم. هلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، وايضا من الجميل يعني اليوم نشوف خيره الكتاب الوطني العربي موجودين ومشاركين بمعرض بغداد الدولي، على اعتبار انه هيش نشاطات بالوقت الحالي محتاجينها، لان العراق دائما وابدا يبقى البلد بلد الحضارات، بلد التطور وبلد الكتاب. متواصلين وياكم لكن انتقاله لزميلي ظفر علي. احبتي المشاهدين، طبعا مكملين تغطيتنا اليوم من برنامج خير جليس من معرض بغداد الدولي، وطبعا لا توقفنا لا عواصف ترابيه ولا امطار ولا رياح. كل الشكر للزميل علاوه احمد على بدايته الجميله في اليوم اللي ان شاء الله يكون جميل رغم العواصف الترابيه. راح نبدي جولتنا من احدى قاعات معرض بغداد الدولي للكتاب او معرض الكتاب، ونلتقي مع احد الاخوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله حبيبي. هلا انا قريب. الله يخليك حبيبي، تسلم الذهب. الله. من وين؟ ان شاء الله من النجف. احنا من النجف. يعني جيت على مود المعرض؟ والله احنا جايين هنا على مود المعرض، راح ننتظر يعني كل سنه وهيك شيء، فهاي الدوره يعني هم لطيفه وخوش يعني كتب. شو هزيت براسك يعني شيء ما عاجبك؟ لا والله جاي ندور على كتب عندنا شويه ما حصلناهن، لانه تاخرت بالجيل هنا انا وياه، هو اللي اساله على الكتاب اللي اريده ما جاي ما متوفر. شنو نوعيه الكتب اللي قاعد تدور عليها؟ انا جاي ادور كتب طبيه، انا تمريض وهيك شيء، فجاي ادور مصادر طبيه وهيك شيء، فما جاي نلقاهن حاليا يعني، بس الحمد لله وشكر يعني جينا سوينا خوش كتب هماتين. انت متخرج او طالب؟ لا الحمد لله متخرج. متخرج. لاقي فرصه عمل؟ الحمد لله وشكر. ان شاء الله. يعني اليوم انت اجيت من النجف، اليوم اجيت لو بايت ببغداد؟ والله بايت من امس. اه اجينا. عندكم قرايب هنا؟ ايه الحمد لله الحمد لله. ايه ايه نعم. يعني ايضا المدام معاك او اختك او زوجتك؟ زوجتي بعد. الله يخليك. ان شاء الله. اريد اعرف منك شيء، يعني اكثر الكتب الطبيه اللي لقيتها بدور نشر عراقيه او لا؟ والله هواي كتب طبيه بدون نشر عراقيه، بس يعني حاجة شوي جات تطور شوي اكثر عن اكثر، يعني السنوات السابقه تطور هاي السنه اكثر من القبل، من ناحيه الطباعه، من ناحيه الكواليتي مالت الكتب الطبيه، من ناحيه الماده الموجوده بالكتب الطبيه افضل يعني الحمد لله والشكر. يعني المطابع العفو العراقيه يعني جات تطور، وبتطور يعني واضح وملموس والحمد لله. ما تعرفت باسمك؟ محمد. محمد. محمد سؤالي يعني، هل اليوم عندنا كتاب او ناس مختصين بالطب عراقيين يكتبون كتب تخص مجال الطب لو صعب؟ والله هي موضوع صعب يعني مخصص بس الاضواء على يعني البلدان الغربيه على اوروبا وهيك شيء، يعني كتب الطبيه هنا جاي المواجهه بها مشكله انه الكتب تكتب بالعربي، فهذه مشكله يعني هسه جاي اشوف اغلب الكتب اللي كتابها عراقيين تكتب بالعربي. هاي مع دراستكم انتم كلها انجليزي؟ كلها انجليزي، فهاي هي انه مشكله التسويق، مع تسويق فما تنشر ما توصل لاغلب الناس مثل ما توصل الكتب من الدول الغربيه. نعم. من هنا. فهذه اكثر دوله عندها نتاجات طبيه ككتب طبيه؟ والله هسه شفنا كتب شو اسمه المملكه المتحده بريطانيا، وكتبها كلش قويه هنا يعني، ومكاتبها ايضا متوفره وموجوده. طيب هذا من بريطانيا المملكه المتحده، هناك هم كانت اكو فد هماتين فد مكان المملكه المتحده، فكتب المملكه المتحده كلش هواي ويعني مصادر موثوقه وهواي جاي ندرس بيها. حبيبي طبعا محمد كل التحيه والشكر لك، استمتع بوقتك واسفين اخذنا من وقتك. حبيبي الله يخليك. كل وقتكم حبيبي. حياتنا لك. الله يحفظك. طبعا احبت المشاهدين، مثل ما ايضا يعني اول مره التقي مع شخص بالمعرض بايام المعرض تقريبا 7 أيام و8 مهتم بموضوع الكتب الطبيه، ايضا هناك اختصاصات مهمه جدا نحتاجها في حياتنا اليوميه، والحقيقه كل يعني التحيه لكل المشاركين خاصه بالكتب العلميه، لان الطالب العراقي ده يعاني من هذا الموضوع للأسف، قلة المصادر والترجمة وغيرها من هذه الأمور. طبعا نتمنى من الجهات المختصة إذا كانت وزارة التعليم عالي أو وزارة الصحة أن تكثف جهدها بدعم مثل هذه المعارض من أجل يوم خدمة المسيرة العلمية للطلبة. خلي ندخل للأستاذ في لندن للطباعة والنشر، أحد دور النشر أيضا اللي سوينا بها لقاء مهم جدا حول كتاب يتكلم عن تاريخ العراق الحديث من عام 1991
اللي هو ثلاثية الموت، ولكن اليوم عندنا كتاب جديد ايضا راح نتحدث به. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ ان شاء الله بخير، الله يحفظك. تحياتنا اكيد اليك. طبعا نحب اليوم نعرف المشاهد على حضرتك. انا الدكتور عبد الحسين صالح الطائي من لندن، صاحب كتاب قرن من الاوهام. انت سكنك لندن؟ انا سكني لندن، نعم. اي سنه رحت لندن؟ ايش من 93 سكنت لندن الى، ولا زلت انا في لندن. جئت الى هنا لهذه الدار، دار لندن للنشر، لتوقيع كتابي اللي هو قرن من الاوهام. هذا الكتاب صدر بمناسبه مئويه الدوله العراقيه، بمناسبه مرور 100 عام على. نقدر نجي هنا استاذ حتى ايضا اللقطه تكون افضل واجمل حتى المشاهد. بمناسبة سنوية مئوية الدولة العراقية صدر هذا الكتاب، يعالج الكثير من الإشكاليات اللي تهم الشأن العراقي على مدى قرن من الزمن، يعني منذ تأسيس الدولة العراقية بال21 إلى يومنا هذا. هناك إشكاليات عديدة، والإشكالية كمفهوم أوسع من المشكلة، لأن ينضوي تحتها العديد من التساؤلات. هل العراق دولة مصطنعة؟ أم جاء وفق سيرورة تاريخية؟ هل الدولة العراقية اللي أنشئت بال1921 من القرن الماضي جاءت وفق معايير الدول الحديثة؟ يعني هناك فصل واضح للسلطات الثلاثة، هناك تداول سلمي للسلطة، هناك مواطنة حقيقية، أم ما زالت العلاقة على شكل الراعي والرعية؟ كل هاي الأمور يعالجها الكتاب. ما هو تقييمك للمئة سنة اللي مضت كدولة عراقية؟ هناك كثير من التساؤلات بهذا الخصوص. ما هي هوية الدولة العراقية؟ هل هي دولة مدنية، دولة دينية، دولة إثنية؟ طبيعة الصراعات الدائرة في العراق على كل المستويات. هاي الأسئلة وغيرها اللي توصلنا إلى التقييم اللي حضرتك تقوله، إنه هل يعني الإشكاليات اللي نعيشها اليوم من 2003 إلى يومنا هذا، هل هي وليدة اللحظة؟ الجواب في الكتاب لا، هي نتيجة تراكم أوهام الماضي ومشاكل وإشكاليات الماضي في كل المراحل الزمنية اللي مرت بها الدولة العراقية منذ التأسيس إلى يومنا هذا. هناك إشكاليات لم تتمكن الأنظمة اللي حكمت العراق على شكل مراحل مختلفة في العهد الملكي والعهد الجمهوري من إيجاد حلول لمعالجة هذه الإشكاليات، وبقت هذه الإشكاليات على شكل أورام سرطانية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، واللي زرع في الماضي اليوم جاي نحصد ثماره. نعم دكتور، طبعاً آسف ممكن حبتعد قليلاً عن موضوع الكتاب. عام 1993 لما غادرت العراق، كنت مجبر أو بإرادة؟ بصراحة كنا مجبرين، يعني نتيجة القمع اللي كان موجود في النظام. أنا بالحقيقة طلعت بال79، بس أنت سألتني وصلت إلى بريطانيا متى؟ بال93. من التسعة وسبعين نعم، نتيجة الحملة القمعية اللي مارسها نظام البعث السابق مع الكثير من القوى الوطنية اللي موجودة في الشأن في العراق، اضطرت الكثير من القوى إلى ترك، يعني أبناء البلد تركوا البلد نتيجة الإرهاب والضغط والممارسات القمعية اللي كان يمارسها النظام السابق. هذا فشيء أصبح معروف لدى العراقيين. جولة بين الكويت وبين الجزائر وبين سوريا وبين ليبيا، الآن استقرنا في. كنت منتمين انتماء سياسي؟ عذرا على هذا السؤال. يعني أكو كان اهتمام بهذا المجال، يعني كان أكو اهتمام. دكتور، بما انه احنا يتكلم كتابك يعتبر تفصيل تاريخ اخر 100 سنه، لما تشاهد 15 سنه او 16 سنه بالوقت الحالي يمجد ويمدح بصدام حسين، هل اليوم التاريخ لم يكتب بشكل صحيح انه وصل لهذا الجيل؟ هل الاعلام مقصر اليوم بتوضيح الصوره لهذا الجيل؟ يعني اؤكد لك بانه تاريخنا كله مشوه، هناك طمس كثير للحقائق، وهذا الشيء طبيعي لأنه التاريخ كتب بلغة المنتصر وبقلم المنتصر، يعني بقلم الحاكم أو بقلم حاشية الحاكم.
فهذا شي يدللك؟ يدللك على أنه هناك حقائق تاريخية مغيبة. في يوم من الأيام تحضرني بهذا المجال أحد المؤرخين الإنجليز اللي اسمه أرنولد جوزيف توبيني. هذا المؤرخ سأل أحد الصحفيين في حضرتك، قال له ما هي مصداقية الأحداث التاريخية اللي أنت جاي تدونها؟ فكان جوابه بشكل واضح وشفاف، قال له هاي الأحداث التاريخية، أروي لك رواية، أنه أنا في يوم من الأيام كنت واقف في باب البيت مالتي وصارت مشاجرة قدامي، يعني معركة، وشفت المشهد كله ورجعت للبيت. ورا 6 ساعات طلعت أتمشى بالمنطقة والتقيت بالجيران اللي موجودين، فسمعت هذا الحدث بست روايات مختلفة، كل واحد يخلي عليها البهارات اللي يريدها حسب مزاجه. فتاريخنا حقيقة هو تاريخ مشوه. دكتور، ولو أيضا ما أحب يعني اليوم أطيل عليك الكلام وأيضا فرصة للمشاهد لباشر حفل التوقيع بيه الساعة، باشر عندنا حفل توقيع هنا في دار لندن للنشر. وهذه أول مرة. في أي قاعة إحنا؟ في قاعة 3. الساعة 6 وما بعدها. ممتاز. راح يكون توقيع. أيضا أراوي المشاهد يعني قرن من الأوهام وفصل اليوم تاريخ الدولة العراقية بآخر 100 سنة، يعني اليوم هوية الدولة العراقية، كل اللي صار بهذه 100 سنة حقيقة انقلابات وحروب وتغيرات إلى آخره. يعني هو كتاب سياسي سوسيولوجي، يعني عالج المشاكل السياسية وبنفس الوقت المشاكل الاجتماعية. الساعة ستة موجودة. كل الشكر لك دكتور. عفوا، مرحبا، شرفنا فيكم، أهلا وسهلا. طبعا أحبة المشاهدين، أكيد مستمرة حلقتنا لهذا اليوم وتغطيتنا، ونلتقي مع الأستاذ. السلام عليكم. السلام دكتور. السلام. دكتور باسم ناظم، المولى، جامعة كركوك، كلية التربية، قسم اللغة العربية. حياتنا أكيد لك ولكل أهلنا في كركوك. جاي على مود المعرض إن شاء الله. والله سمعنا بهذا المعرض، وإحنا تعرف اتجاهاتنا أدبية، على نحتاج بحوث تخرج وماجستير ودكتوراه. بصراحة الكتب شوية أسعارها غالية، ثانيا الكتب الأدبية قليلة، يعني اللي هي الشعر والنثر، القصة القصيرة، المقالة، المقامة، وهذه طبعا في أغلب يعني المعارض نشوف ندرة في الكتب الأدبية، ولا سيما النثر العربي. مع حضور دور نشر مصرية لبنانية، يعني بعض الشعراء احنا هاي السنوات نبحث عن دواوينهم لحد الآن ما وصلت، خصوصا في العصور المتأخرة، الفترة المظلمة، يعني يفترض هذه الدواوين تحقق. عندنا عشرات الشعراء المعروفين في العصور المتأخرة وحتى الكتاب، وما زالت كتبهم مخطوطات، نتمنى تتحقق في الدول العربية من خلال رسائل الماجستير وطريح الدكتوراه حتى تطبع ويقرأها المثقف العربي. نعم، رأيك اليوم بمعرض بغداد الدولي، رأيك بالحضور؟ نعم، رغم العراقي معروفين بحب القراءة، وهم مقبلون رغم هذه الظروف الجوية الصعبة، يحبون يقرون، يعني يطلعون على هذه الكتب، وهي منوعة طبعا من مختلف الأعمار، مختلف الثقافات. لكن يعني لو تشوفون مثلا الكتب الدينية الفترة الأخيرة، القارئ صار عنده عزوف عن الكتب الدينية مع الأسف. نعم، شنو السبب؟ والله مع الأسف الشديد السبب اعتقادي، يعني خلوا هذا الشيء مكروه عند المواطن، يعني مع الأسف، وهو شيء إيجابي طبعا، لكن المواطن سبحان الله أيديولوجيا صارت عنده طريقة ممنهجة بعدت اليوم المواطن، ربما يعني. نعم ربما، يعني هو بالله شعور سبحان الله، يعني صار ينزعج مجرد ذكره فرد شيء مثل قيد أو فرد شيء يعني يزيد هموم، وعلما هو هذا بالحقيقة هو هذا الشيء ما بهذه الطريقة. لكن المواطن الآن يبحث عن كتب أخرى وفكاهة، يحب أشياء تريحه نفسيا، تاريخ سياسي، نعم يحب يقرأ قصص مسلية، أشياء قصيرة بالمناسبة، يعني ما يحب يقرأ كتاب مطول، يحب يقرأ أشياء سطرين ثلاثة. إذا الحاضر غير جيد والمستقبل مجهول، نرجع للماضي. للماضي أحسن. ونعم، وظاهر يعني المواطن السعين اللي ملاحظ، خصوصا هذول الشباب يعني الطلاب يحبون يقرون سطر واحد ما أكثر، عكس الشباب اللي كان. نعم، الجيل السابق 70s و 80s نقرأ قصص طويلة 400 صفحة أو 500 صفحة، إيش الأحداث والظروفها طبعا ظروفهم. هل أسألك على كركوك، يستاهلون أهلنا في محافظة كركوك، هل توجد معارض للكتاب حوله حتى محدودة بالجامعة؟ والله يفترض أن تكون بالجامعات، يعني في جامعة الموصل أنا رحت قبل فترة، لحد الآن يعني ممكن الطلاب إحنا معارض مستمرة، يعني كل شهر أسبوعين، لأن بصراحة جامعة قديمة وفيها أكثر من كلية، كليات قديمة، فمعارض مستمرة، يفترض في كل جامعة أو في كل محافظة معارض مستمرة ليل ونهار، وبصراحة تكون أسعار مناسبة.
اهم شيء هذا. كل التحيه والشكر لك دكتور. اهلا يا وسهلا راسي تحياتي. اهلا طبعا ما شاء الله من لندن لقائنا الاول او لقائنا الثاني. اللقاء الاول كان من النجف وبعدها من لندن والان من محافظه كركوك. حلو التنوع الثقافي والحضاري اللي نشاهده اليوم بالمعرض، رساله على كل شخص يحاول ان يقلل من جماليه معرض بغداد الدولي للكتاب ومن الحضور الجماهيري رغم الاجواء. وهذه انتقاله الى العزيز والجميل علاوة احمد. يعني حاليا رغم اجواء الطقس لكن بالتالي اعداد الزائرين موجودين بكثره وبوفره. وايضا احب انوه على موضوع انه الشيء اللي جاي نشاهده هنا بمعرض بغداد يعني تعدد الطوائف، تعدد الثقافات، تعدد الناس اللي موجودين هنا، هذا التنوع جدا لطيف. والان مع الزميله بان شونس. كيف حالك علي؟ الله يساعدك ويقويك على هذه التغطيات اللي بدنا نطلعها بهذا الجو والطقس المتعب جدا علي، يعني مثل ما نشاهد يعني الغبار يؤذي الصدر وحتى العين، يعني انت ما تقدر انه تفتح عينك، ولكن هذه الايام معدوده بظل هذا العرس الثقافي، بظل هذه الاجواء الثقافيه اللي من جميع بلدان العالم، يعني علينا ان نستثمرها تحت اي ظرف ممكن ان يكون. احنا نعرف يوم اللي سدوا المعرض وفتحوه يوم 5 بالشهر 5 الساعه 5 يعني كثير من الناس بقت تجي يعني على هذه الساعات. انت موجوده بذاك اليوم؟ بذاك اليوم انا اجيت قالوا لي المعرض مسدود، بالخمسه لما انفتح بالسبعه اجينا، يعني لانه انت تعرف هذه ايام قليله ويجي الاعداد اكثر اكثر كانت، ولكن العفو ذائقة المتلقي تختلف من شخص إلى آخر. أنا انتبهت من خلال التغطيات من اليوم الأول إلى غاية الآن أنه الكبار بالعمر يحبون دائما مجالات السياسة والاقتصاد، دائما يدورون بها ويبحثون عنها، خاصة علي الحرب الروسية الأوكرانية يعني ما صار لها فترة. شوف الكتب موجودة فيما يخص الاقتصاد وما سيحدث، ما يخص السياسة وما سيحدث. الشباب الشباب مهتمين بالسياسة، ولكن أنت تعرف الفئات العمرية تتقسم بالشباب. المراهقين منهم مهتمين بالرواية، الرواية في السابق كانوا يأخذون الرواية الخيالية، الرواية الرومانسية، حاليا لا، إلى الرواية الكلاسيكية الاتجاه كبير جدا. بسبب هذا التغير يعني هذا التطور، هذا الأفلام الأجنبية اللي نزلت، تدري أنت مواقع جديدة نزلت من الأفلام، بدت الناس تشوف، بدت الناس تطلع، أنت ما عدت بمكان معين، لا عدت بمكان واسع. لذلك إقامة هذه الكرنفالات نقلت ثقافات من بلدان إلى العراق وكذلك من العراق إلى بلدان أخرى. احنا نشوف الوافدين يا علي مو فقط عراقيين. أنا أقول يعني حتى هسه حكيت أقول هذا التنوع اللي جاي نشوفه بمعرض بغداد من كبار السن، من صغار السن، من باقي المذاهب، من باقي الطوائف. اليوم الكل مجتمع في معرض بغداد الدولي، ولا سيما انه دول الخليج ايضا مشاركين موجودين هنا. شفنا ناس من خارج الجنسيات سواء اجنبيه او عربيه هذا الشيء مفرح بالوقت الحالي. بالتاكيد، لانه هذا ينطيك انتقاله، ينطيك نظره على انه من قال بان العراق لا يستطيع احد ان يدخل اليه، بانه بغداد خطره وليست امنه، طيب اذا كانت خطره كيف ياتي لها الياباني واللبناني والروسي والخليجي واللبناني والعمان وغيرها. انت شفت يعني رواد، انا دا اتكلم مو فقط دور نشر، انت تعرف الشخصيات بكل دوره تتطور وتجي شخصيات اكثر. هذا ليش؟ هذا من نقل وسائل الاعلام الى واقع العراق وواقع الثقافه بالعراق. ولا تنسى اكو نقطه بانه العراق ارض خصبه للقراءه، ارض يعني منتقات. حتى شوف الشاب اللي احنا نقول انه هذا ما يعرف شنو يقرا، ما يعرف شنو يريد، مقارنه ببلدان البقيه لا، يقولوا لك هذا متذوق يعرف شنو يريد. فاذا احنا بالفطر عندنا روح القراءة والمطالعة والاستكشاف. الشعب العراقي فضولي علي، أي فالفضول يأخذ إلى منحنيات ثقافية متعددة يريد أن يتعرف عنها. خلي أكون بيات بآخر سؤال، رغم هاي الأيام اللي مضت والأيام المقبلة لمعرض بغداد،
وهذا الجهد الإعلامي اللي جاي تقدم القنوات، لكن هذا الشيء يعني مو متعب، أحس أكو لذة بالعمل، أكو سلوى تتدخل لهذا التعب. أنت لما تشوف أنه أنت تقدم شيء ثقافي، إحنا متعطشين للثقافة علي، إحنا جت فترة ركود ثقافية بسبب الاستعمار والاحتلال اللي دخل إلى العراق، دمر الثقافة كاملة، فلذلك إحنا متعطشين. جيلنا إحنا آني وأنت هسه يبحث عن الثقافة اللي سلبت منا بفترة مراهقته. إحنا مراهقتنا عشناها حروب، مراهقتنا عشناها أمريكا قالت، أمريكا تحدثت، أمريكا تكلمت، خلص والعراق يستمع وينفذ. لذلك هذه الأعراس الثقافية والكرنفالات المهرجانات المتعددة تنطيك يعني إشباع نوعا ما من أيام وفترة العطش اللي مريت بها. على هذا يبقى العراق مستقيم ويبقى مستقر، وإن شاء الله هذه النهضات الثقافية توعي جيل، توعي الشباب. رسالتنا لهم أنه اقروا وتعلموا تكتبون، واكتب أي شيء، يعني لا حد يقول بأنه الثقافة والكتاب شيء يعني شيء ثانوي وغير مهم بالحياة، وأنه مرات يقول لك أوه هذا يقرأ هذا تركه وكذا. لا بالعكس، الثقافة تخليك حتى باختيارك للأصدقاء، للعلاقات، للحياة الاجتماعية تنتقي انتقاء جيد، لأن ماكو رواية انكتبت إذا مو انكتبت من واقع، وحتى وان دخل بها نوعا ما من الخيال. لا تضحكني علي، لانه احنا على الجو. نعم تحياتي تحياتي الى قناة الايام والى كادرها، تحياتي الى تغطياتكم وتعبكم هذا خلال الفترة كلها. القاك على خير، تحياتي. نعم مشاهدينا الكرام، احنا بالتالي ايضا نتمنى هاي النهضة لشبابنا، لقرائنا، لمثقفينا العراقيين. متواصل شيخنا، السلام عليكم. السلام، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ دعاكم الله على هذا الجو. والله دعاكم، يحفظكم الله. شنو اللي جبرك انه تجي بهذا الجو؟ خلينا نتفضل شيخنا. سؤال وجيه. سؤال وجيه. نعم. حقيقة لا يمكن أي إنسان أن يتخلى عن الثقافة وعن العلم. نعم. فالعلاقة لم تكن هناك جو زين وجو مزين. العلاقة هي علاقة الإنسان بالكتاب. لأنه نعم. خير جليس نعم. الإنسان هو الكتاب. حقيقة ثقافة معناتها قيم العلمية، ولهذا قال الشاعر قم بعلم ولا تطلبه بدلا، فالناس الموتى وأهل العلم أحياء. فمن أين تأتي الإحياء هذا الإنسان؟ إحياء من خلال العلم. ومن أين يأتي هذا العلم؟ من الكتاب. والكتاب من يصنعه؟ هو الإنسان. قالوا سابقا مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ. اليوم لا، اليوم هذه النظرية كملت كاملة عند العراقيين. اليوم العراقي يكتب والعراقي يطبع والعراقي هو الذي يقرأ، لأنه هو الذي ينشر العلم. ولهذا دائما يكون العراق هو الأصالة في العلم، وهو منبع العلم. ودليل أنه الإنسان دائما تلقى، لأنه نابع من الحضارة، وحضارة العراق كما تعرفون 7000 سنة، يعني ليس بقليل. فهو مجموعة تراكمات علم. العلم الذي يأتي من الغرب هو أصلا كان في العراق موجودا. صح هناك تطورات، لكن يعني سببه وبدايته هو العراق. إلا العراق يعني. نعم. يوم أمس شفت فيديو، مقطع فيديو يتحدث فيه عن هاي الرمزيات اللي الموجودة بالغرب، الشعارات اللي موجودة، يعني أغلبها حسب ما شفت بالفيديو أغلبها عراقية كانت، تراثنا القديم، حضاراتنا القديمة. فعلا هذا الموضوع. شوف 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 اليوم من تلقى رمز تلقى حديث يعني ما يتجاوز 200-300 سنة، لكن عندما تجد رمزية، لما عندما تجد رمزية أساس العراق تجد أن هذه رمزية عمرها 7000 سنة، لأنه أساس العراق وهو بلد الحضارات وهو عالم الحضارات وهو مجمع الحضارات. ولهذا شوف أي رمز يأتي عند الغرب هو إنما كان حديثا، لكن الرمزية الموجودة عند العراقيين هي رمزية قديمة، منبعها قديم وأساسها قديم وثقافتها قديمة، وعبارة عن أخذ هذه، نقول إحنا اقتباس، يعني أوروبا اقتبست هذا العلم من العراقيين وشرشبته مثل ما نقول، وذكرت هذا تتفد صورة أو جمالية قلنا هذا هو أساسه غربي، لكن لو تبحث التاريخ تجد أساسه العراق. خلينا بإطار العراق، أنا قلت قبل قليل، نعم. قلت أنه المفرح بمعرض بغداد الدولي اليوم جاء إنشاء تعدد الطوائف، موجودة الطائفة المسيحية، الطائفة
المسلمة وغيرها من الطوائف. بالتالي جاي نشوف المعمم الأفندي الكبير الصغير، هذا الشيء يدل على شيء، فيدل أن العراق بلد واعي، وهذا التنوع جميل جدا. يعني من هذه الثقافات كلها جاي تجتمع هنا في معرض بغداد، هذا دلالة على أنه العراق بخير إن شاء الله، والشعب بخير، والثقافة بخير. أحسن حقيقة. اي تجمع احنا نقول تجمع الفلسفاء، هذا اللي جاي من العباره عن شده ورد، اللي تجمع القوميه وتجمع المذاهب وتجمع الاديان وتجمع الانسان كان ابيضا او اسود. حقيقه هذه الصوره تجدها في العراقيين، ترى تنابز او تناحر انما تاتي من ناس ضعفاء، ناس عديمين الوعي، ناس عديمين ثقافة، ناس عديمين فكر. لكن الفكر الصحيح عندما تجد هؤلاء موجودين، كل الأطياف كل المذاهب وكل القوميات موجودة وجميع المحافظات موجودة في هذا المكان، وهو معرض ما يتجاوز عن خمس دوانم نقول عندنا، يجمع هذه الوجوه واللغات والأديان والمذاهب كلها في هذه البقعة اللي مجمعها هو العراق، العراق الواحد ان شاء الله. كتاب للجميع اليوم، نعم، مو للفقير، نعم، مو للغني، مو للميسور الحال، كلا الكتاب هو بعيد عن هذه المذهبية، بعيد عن الطائفية، الكتاب بعيد عن القومية، الكتاب هو قومية واحدة، ديانة واحدة، يحمل صفة واحدة وسيرة واحدة وفكر واحد ووعي واحد. هو انما يقول لك تتقطب، يعني اكو انا عندي مثل قديم قديم، عندما يدخل الإنسان إلى مكتبة مجموعة كتب تقول له هذه كل أعرفها، قال كيف تعرف هذه كل كتب؟ تقول هذه الكتب يا إنسان كن خوش، كن خوش أبني. هذه الكتب جميع تدل على الأخلاق، كلها تدل على القيم الأخلاقية، وتقول لك يا إنسان صير خوش أبني. يعني صلاة الله والسلام عليه. مكارم الأخلاق أحسن. بالدرجة الأساس. الأخلاق هي القيم الرئيسية المستقيمة لتقوم الإنسان، وكيف يتعامل مع الناس، وكيف يتحاور، وجادلهم بالتي أحسن. الله جل وعلا يقول إذن الحوار هو الكلام بالتي هو أحسن. لا تكون عنيفا ولا تكون شديدا على الإنسان المقابل، كن حواريا. أخذ يحضرني قول الشافعي رحمة الله عليه، يقول يا رأي صحيح يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. إذن الحوار هو أساس كل شيء، والحوار هو يغني الإنسان عن العلم والمعرفة. أتمنى لك التوفيق شيخ الدكتور جعفر طعان، باحث اجتماعي. شكرا جزيلا دكتور، رب يوفقك إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، لا ان شاء الله على هواء مباشره، لان حاليا طالعين. شلونك ابو تفاح؟ السلام عليكم. شلونك فاضل؟ والله الحمد لله. جالسه تبيع شاي هناك، وبنفس الوقت شفتك يعني اخذتش كم كتاب. صح لو مو صح؟ صحيح. شنو الغايه من اقتنائك للكتب؟ والله زين. لا شنو غايتك بهاي الكتب؟ تقراهن؟ اي اقراهن. يعني شو يا كتب تحبهن تميل لهم؟ والله جميع القصص وجميع الكتب الاسلاميه، هم كلهم نقراهن. وننصح المواطنين ان يجون يزورون معرض بغداد دولي. شو انا شغلك؟ والله الحمد لله زين الحمد لله. اتصل لك يعني من بدايه المعرض لليوم جاي اشوفك يوميا بنفس صحيح. المكان صحيح. تفترع القاعات صحيح. ما مثلين عليك ذول الباقي الاكشاك الموجودين؟ لا 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 بارك الله بيهم ان شاء الله. الله يسلمك. بيكم الامن ان شاء الله. الله يديه. ربي ربي. نعم مشاهدينا الكرام، بغداد وهل خلق الله مثلك في الدنيا؟ يعني بغداد احنا اليوم فعلا جاي ننقل صورتها، وهذا واجبنا مو متفضلين عليها. يعني معرض بغداد الدولي للكتاب شفنا به كثير من الطوائف، كثير من المذاهب، واذا ما ردنا نقول انه هذا الموضوع يدل على ثقافة الشعب العراقي، وعي الشعب العراقي عن كثير امور كنا نشهدها سابقا، وانما مو كنا نشهدها لكن بعض السياسيين روجوا لها في سبيل يخلون الشعب غافل، لكن اليوم الشعب اثبت ثقافته وكعب على الثقافه. السلام عليكم. عليكم السلام. اجواء المعرض خلى ابدي شو اجواء كلش حلوه. يعني بس حلوه اجواء المعرض؟ حلوه يعني واحد يعني ثقافه يعني يشوف شكو ماكو شغلات جديده. يعني حلو بالمعرض؟ الحلو انه تطلع على شغلات جديده انت ما شايفها، يعني ثقافته هو شغله، يعني شغلات مال الاطفال، شغلات مال الكبار، يعني سياسيه دينيه، يعني هاي كل شيء كل شيء، يعني خط رسم
كل هاي الثقافة. الكتب اللي دائما تترجين لين عليها من هوايتك دائما تقريها؟ يعني أنا صراحة يعني تستهويني كتب الأطفال. الأطفال وخاصة أطفال يعني المرضى، وبالآونة الأخيرة يعني أطفال التوحد، فيعني كلش يعني تأثر فيه. ليش هاي الكتب دائما؟ لأن ابني مريض بهذا. يعني ما اريد نشوف دموعك بس ما سمعت شلون؟ ابن مريض بهذا المرض فكلش تستهويني. بسيط، لا تبكين، لا العلاج بسيط يعني كلش بسيط. قصص ويبعدي عن هاي الامور، عن الايباد، على التليفون، كلش هو يعني بعيد عن هاي الامور، بس يعني عنده مشاكل بالنطق، يضغط لتدريب، يضغط لعنايه خاصه. 8 سنوات يعني هيك اطفال التوحد، هذا المرض يعني انتشر هاي السنوات يعني هاي الاخيره كلش بشده. يعني اخته شلون وياك؟ يعني هو كلش متعلق بيه اي، واخته بس يعني ما اعرف، هذا المرض كلش مؤذي يعني. صح هو حاله، ما اعتقد اسمي مرض مزمن حالة وكذا، بس يعني مساله يعني وقتيه بس يحتاج يعني شويه تغيرين سلوكيته. هو تعب نفسيا، تعب هذا المرض يعني مو عدا انه بس انت تحسه يعني ابنك، هذا ابنك او واحد قريب عليك تحسه يعني مو مثل باقي اقرانه، فيراد لعنايه خاصه، رعايه خاصه، يتعب شويه تتعب عليه. هذا الاطباء معينين كلش يعني هواي هواي وديته، هواي كانت الردود تدريب انا خاصه تدريب. ابتعد عن التليفون، قصه خليه بالشارع، مصيبه يعني احنا مجتمعنا يعني يخوف، خليه يطلع بالشارع حتى اذا واحد منكم من العائله ممكن يبقى يمه بالشارع. قال هو ان شاء الله ان شاء الله العاب، ما العاب، العاب شغلات يعني شاهدت على ايش هواي حالات تكون شاهد عليه، لكن تغير تدريجيا يعني تغير. يعني انا ماكو ابني ياكو مثل حالاته مدارس ما طابين، انا يعني تعبت عليه ودخلت معاهد ومدارس، وهسه يعني ان شاء الله راح يروح للثالث دراجه يعني ثاني ان شاء الله راح يروح للثالث، درجاته كل زينه يعني مو مثل اقرانه اللي يعني يحشون يستوعب القضاء. حلو يعني اذا تطي جهاز يفصل لك اياه تحصل، لانه عقله فارغ يعني ساعه يدقق، ساعه ياخذ بساعه يعني يستوعب الكلام، يستوعب الفكره، شو يا راسا ياخذ من عندك. بس المشكله يعني هي هاي بعد ربك الله يعافيك. شكرا جزيلا، اشكرك. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم، لكن ناخذ فاصل وراجعكم. مشاهدين كل الشكر للزميل علاوي احمد حول تغطيته خارج قاعات المعرض. الان احنا بحد قاعات معرض الكتاب نلتقي مع الاستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما نتعرف محمود الطائي. نعم. شنو تخصصك استاذ؟ انا خريج اعداديه بس تخصص صيانه حاسبات. ما شاء الله متقاعد. يعني هو العلم هذا جديد شو وقت؟ من 91 بديت انا بيه، ما كنت موظف قبل الحالة على التقاعد وقبل الاحتلال الامريكي للعراق. وانت كنت متخصص بهذا الموضوع؟ ايه كانت عندي اختصاص بس التخصص الرئيسي صار عام 91. نعم. اريد اسالك بما انك اليوم انت تعتبر زائر لمعرض بغداد. نعم. الدولي. نعم. رايك بكل الامور لوجستيا تنظيميا حضور شعبي؟ والله هو هذا الحضور يعني اللي موجود والشراكات الكتاب يعني حقيقة شيء مفرح يعني. نعم. لأنه مع عصر التكنولوجيا مع تطور الانترنت العالم ابتعدت عن الكتاب. نعم. عن القراءة لجأت إلى الإلكتروني، فلما تشوف هذا وتشوف العالم هل يقتنون الكتب يعني، فتأكد أنه الكتب لا غنى عنها. نعم. مهما كانت اتطورت. جيت على نوعية كتب محللة فقط؟ لا مجرد اطلاع، مجرد اطلاع يعني. شوف من محافظة بغداد. بغداد. نعم. كل الشكر لك استاذ. وسهلا بك يا لب. استاذنا الغالي. اتصلت صديق البرنامج، تفضل تفضل. اليوم شنو ما شاء الله يومي عندكم توقيع؟ الحمد لله من فضل الله. الله يعني شنو اليوم توقيع؟ اليوم عندنا توقيع هاي الكتاب الرواية. نعم. هاي الرواية وعندنا بعد ديوان الشعر الساعة 6 توقيع ديوان الشعر هو أراجيح بلا أفواه للأستاذ كريم المفرجي. هذا شنو هذا؟ ديوان الشعر. ديوان الشعر. نعم. أما هذه هاي رواية. ما شاء الله حضور جيد الحمد لله. اليوم دور نشركم دار المتل للنشر والتوزيع
ويعني حقيقة تفاؤل كبير جدا، حضور يعني دائما نشاهدك وحركة. احنا نطمح للأفضل إن شاء الله. نعم. وندعو شبابنا والمثقفين أن يرتادوا المعرض ويرتادوا دور النشر. نعم. ودور الكتابة والطباعة، لأن هذا احنا مستوى اللي نطمح له، يكون شعبنا مثقف، وإن شاء الله شعبنا هو مثقف. أصل الكتابة هي وين نشأت؟ أول أقدم الحضارات هي بالعراق، أكثر من 4000 سنة، حتى قبل الميلاد كانت هي حضارتنا بالوادي الرافدين أقدم الحضارات، والناس تعلمت من العراق حقيقة. لكن مع الأسف احنا في الوقت الأخير صار تدني لظروف معينة سياسية أغلبها. نعم. عندكم خصومات على الكتب؟ أسعاركم أصلا يعني؟ أسعارنا تعاونية جدا. إيش قد تقريبا؟ والله احنا كتبنا أكو بين حتى ب 3000 دينار نبيع كتاب. إي حسب الرواية. ممتاز. نعم. الأيام الجاية أيضا عندكم توقيع؟ عندنا إن شاء الله توقيع يوم السبت الساعة 4 العصر. عندي كتابين نقدية، نقد إنجليزي. ممتاز. من جامعة تكريت يجون يمي. ربي حفظك. دكتور أروى، دكتورة أوفا. تحياتنا لهم ولجامعة تكريت. شكرا جزيلا. الساعة 6 بعد 10 دقائق تجون يمنا إن شاء الله. إن شاء الله أن نمر عليكم. ربي يخليك. شكرا أستاذ. الله يحفظك. الله يخليك. يعني حقيقة الحركة الأدبية مستمرة بتوقيع الكتب، يعني دار واحد فقط هو دار المتن، باليوم الواحد تقريبا عندهم توقيعين خلال 10 أيام نقدر نقول، والحداثة لازم ما ننساه. طبعا أيضا يعني دار الأساس الطباعة والنشر والتوزيع أيضا من جمهورية مصر العربية، ممكن نستعيرها؟ الله يخليك. يعني ولأي شخص مهتم بموضوع الخط العربي، هذا ايضا كراسات لتعليم الخطوط العربية، واغلب خطاطين اللي تخرجوا واللي اصبحوا الان من اكبر الخطاطين بالوطن العربي او حتى بالدول الاسلامية بدوا بدايات بالكراس هذا البسيط، وما شاء الله اصبحوا فطاحل بهذا الموضوع. خلي ايضا نتكلم عليه. تسوي لك لقاء؟ ها تسوينا ما عليك. الله يحفظك. ايضا هاشي صحول هي؟ هاي اقلام خاصة بالخط. هذا ايش قد سعر الواحد؟ ايش قد سعر الواحد؟ ايه 4000. 4000 دينار. شكرا جزيلا. الله يحفظك. خلي ندخل على الاخوة والاساتذة. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ الله يحفظك. الله يخليك. ايش عجب على قسم الاطفال؟ والله يعني لان اطفال ويانا اولا، لان هم اطفال مهتمين بالكتب بصوره عامه. نعم. وعندهم اهتماماتهم الخاصه يعني من ناحيه القصص. زين شو تفسر لما الاطفال الان خاصه بهذا العمر؟ شو اسمها؟ دانيا. نعم. بعمر دانيا اتجهوا الى الالعاب الالكترونيه وهذا، انتوا بعديهم على هذا الشيء؟ والله مو بعديهم، بس محدديهم اكثر من بعديهم، يعني الامور الالكترونيه محدديها بوقت محدد. نعم. وما عدا هذا نحاول نعكس اهتماماتهم بالشغلات المادية يعني. نعم. في القراءة والكتابة والتعلم وإلى آخره. نعم. هو اليوم أنت جايبهم على هذا الموضوع لو أنت أيضا جاي تبحث على بعض الكتب؟ والله غالبا هم وجزئيا أنا. يعني تخصصي؟ أنا صيدلي. صيدلي. نعم. لقيت كتب تخص الصيدلي؟ والله لا حد الآن لا. عندنا مشكلة موضوع الكتب الطبية. نعم. بالمعارض. لا ماكو إشكال، بالعكس موجودة، بس تباع مكانات محددة. يعني إحنا بنحتاج كتاب طبي او صيدلاني، اكو مكاتب معروفه هنا ببغداد تنباع، واغلب الكتب العالميه موجودات. اكثر شيء بشنو الدول بها نتاجات كتب طبيه، يعني مثل بريطانيا او دول؟ حسب يعني حسب المراجع، يعني هي الكتب الطبيه مراجع. نعم. فحسب الاختصاص وحسب الكليه اللي تدرس، بس غالبا يعني اكو. بالضبط. اسعارها جدا غاليه تكون. مصر اسعارها زينه ولا لا؟ لا لان الاسعار كلها ارتفعت عالميا يعني، بس ممكن تكون اقل من هنا شويه، بس الاسعار الكتب الطبيه بشكل عام هي مرتفعه جدا يعني. يعني زي معدل اسعارها؟ والله ماكو سعر محدد، بس تقدر بحدود 50,000 كمعدل السعر، حسب الكتاب وحسب حجمه وحسب اهميته، ودائما تكون النسخه الاصليه هي الطبعه الاصليه تكون غاليه يعني. ممكن اكو كتب توصل مثلا 500 دولار؟ والله حسب علمي لا، ما مطروح علي هيك سعر، بس ممكن واصله. دافيد شنو الدكتور يعرفه؟ ممكن. ما متأكد بصراحة من سعره يعني. سويت خصومات؟ لا. أكيد طبعاً. نسوي لك دعاية ولا نسوي لك بقول لك سوين لهم خصومات؟ بنسوي والله خصومات، مسوين خصومات. سووا خصومات. أنا أوريدي مشتري خصومات. هو الدكتورة وشهيدة من هذه. ممتاز. أهلاً وسهلاً بكم، ربي يحفظكم، الله يخليكم. حلو اليوم يا عم الأب
لما يجيب اسرته كامله لمعرض بغداد، حتى اليوم رساله انه ما متحدد معرض بغداد بفئه معينه. طبعا احبت المشاهدين مكملين تغطيتنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. السلام ورحمة الله. تعرف بحضرتك. كريم المفرج من أهالي كربلاء. تحياتنا أكيد لهنا في كربلاء. ألف شكر، أهلا وسهلا. أخبارك إن شاء الله تكون بخير. إن شاء الله بخير. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء طبعا، وأشكر قناة الأيام على هذا اللقاء اللي شرفتني يعني. الله يخليك. أريد أعرف شنو الكتاب اللي. الكتاب عبارة عن مجموعة شعرية أصلها غزل بس الباطن مالتها فلسفي. يعني رحلنا. يعني مثلا بيت من الابيات، يعني ظاهريا غزل بس المعنى الباطني انه هي كنوع من الصوفي يعني. مثلا ما قالك هسه اول قصيده يقول عراءك الروح معنى كيف تفسده، وعريك الريح باب كيف تفسده، قد جردتك بلا معناك ثرثره
ورحت تبحث عن جدواك تغمده. سرادك الأمس لا يغنيك من غلأ، ونهرك الآن لا يجديك مورده، فكيف تمنح للغيمات سرمدها وقد أطال غيابا فيك سرمده؟ مددت روحك كي تلقاه فانتجعت على سدين خيال كنت مفرده، كأنما تسمع الطرشان أغنية ويرقص الجرح والعميان تفسده. هذه اسمها القصيدة؟ هذه القصيدة اسمها عراء. يعني هي بيها مثل ما نقول أمر فلسفي، بس نوع من الفلسفة الصوفية. أغلب القصائد الديوان هي نوع فلسفة بس ظاهريا غزل، يعني بمحتوى القصيدة، فحوى القصيدة الظاهري تقرأ غزل يعني، بس هو بيه فلسفة برسائل برسائل مبطنة بالضبط. أنت اليوم جيت من كربلاء؟ إن شاء الله قبل شوية وصلت. على مود المعرض. رأيك بالمعرض؟ والله شوف، أنا تفاجأت أنه الزوار كثرة، وهذا يعني أنه الكتاب له أهمية، يعني لأن وسائل الإنترنت خلت الإنسان يبتعد عن الكتاب المطبوع المطروح بالسوق. بس بما أنه لقيت هذا الجمهور الواسع والناس المتشغفة للقراءة، يعني حسيت أنه أكو بعد خير يعني بالكتاب المطبوع، وأكو بعد خير بالثقافة العراقية. يعني اللي كان المثل يقول العراقي شو اسمه، وبعدين العراقي يقرا يعني ولبنان تطبع والعراقي يقرا، فهو هذا يعني العراقي. انا قديم الزمان هو قارئ مهم يعني، هو اصلا بتعاونك مع دار المتن. والله الحقيقه السيد يعني خاصه انا اهدي شكر للسيد كرم، لانه سريع وانسان دقيق بالطباعه وجدا سلس يعني. حظك. شكرا جزيلا. اشكرك جزيلا. اشكرك واكرر شكري لقناة الايام طبعا. خلي الاستاذ ايضا يجي نتعامل معه. شكرا جزيلا. استاذ امير. حلو. اكو ابتسامة، اكو فرحة، هاي اهم شيء، هاي اهم شيء رسالة انهم توصل ان الشعب فرحان مبتسم رغم كل شيء، رغم كل الظروف. شلونك استاذ امير؟ حبيب قلبي الله يبارك فيك، الله يسلمك. استاذ يخبر. انت تخبر حبيبي. شعر الهاي. حبيبي انت. من وين؟ من بغداد. مو من كربلاء او من بغداد، بس هو استاذي سار كريم. استاذي هو اللي علمني على العروض وعلمني على شو اسمه. من بغداد؟ اني من العظميه. حياتنا اكيد لان في منطقه العظميه. انت اليوم مشارك فقط، لا قصدي مشارك او جاي زائر للمعرض؟ لا انا جاي مع الاستاذ عمود نوقع الديوان مالته، لان هو ان شاء الله يوقع وراها ديواني. يا الله يسلمك. ممتاز. رأيك من المعرض شلون شفت؟ هاي أول يوم تجي؟ لا هاي المرة الرابعة، والمرة الثانية التقي قناة الأيام أيضا. ربي يخليك. حظك يبارك. معايا ويا علاوي. لا ويا علاوي كان ايه؟ قبل يومين ويا سال علاوي. أريد أعرف أيضا موضوع منك، أنت توقعت إنه عاصفة ترابية روجناها من الطيارة مالتي يا حبيبي؟ آسف. يلا روح توكل. نطيه يا استاذنا ولا لا؟ نطيه يا ها نطيك يا يلا. هاك شو اسمك انت؟ خذ راحتك. طبعا قلت اكيد اكو عاصفه ترابيه، انا شفت الناس قلت ما اتوقع هذا العام. لا اكيد هو بالعاصفه الترابيه ما راح تتوقع، بس الحمد لله والشكر لله. ما شاء الله يعني، ويوم عن يوم بنشوف يعني قد اعداد واشكال جديده تجي. ويعني المواطن العراقي تكيف على الترابي؟ اكيد وصل مرحلة انه عادي. اي صارت عندنا عادية مسألة طبيعية. تحية وشكرا لك استاذ. حبيبي استاذ عيني خليك. طبعا حلقة المشاهدين مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم وبالتغطية الخاصة، وننتقل الى الزميل علاوة. نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا معكم من خارج قاعات معرض بغداد الدولي. انا امام قاعة رقم 2، بالتالي يعني ارجع اقول انا دائما الساعة 6 وفوق تبدي الحركة او الروشة مثل ما يقولون. كرار حبيبي زميل الجميل، الله يسلمك، حياك الله وتحياتي لك. الله يسلمك. احنا انا دائما كل ثاني اعلامي او صحفي التقي بمعرض بغداد الدولي، فبالتالي خلينا نحكي شوي عن اجواء المعرض، صعوبة العمل الاعلامي بمعرض بغداد الدولي. حقيقة اليوم احنا لازم اليوم نشكر كل القائمين على معرض بغداد. رغم الاجواء الترابيه والامور المناخيه غير مناسبه، لكن اليوم نشوف اكو ابداع.
ونحن من ذلك انه اكو دعم شبابي يعني ملفت. احنا خلال تواجدنا بالمعرض الايام بتغطيات مباشره وجولات ميدانيه مع الزائرين يعني انطباع ايجابي اليوم بغداد افضل ما كانت بالسنوات السابقه، رغم اكو اشكاليات يعني اكثر الناس اشكاليات اللي الاشكاليات انه وقت المعرض مع الامتحانات، هذا اللي عارض يعني اليوم اللي عنده امتحان مشكله، هذا اللي يحب المدرسه الامتحانات ما شفنا انه يعني ما شفنا هذا الموضوع اثر بشكل كبير على موضوع الحضور وعلى موضوع الزائرين اللي صح، لكن يقول لك انا ليش خلي اختار يعني اتمنى من الوزارات مجلس الثقافه والتربيه يكون تعاون بمساله الامتحانات. هذا مو كلامي، كلام الناس اللي موجودين يقول لك اليوم ممكن يكون امتحانات، التزامات من افضل اروح للمعرض ولا الامتحان؟ اكيد الامتحان، فيكون تنسيق عالي. وايضا نقطه ممكن يوصل بها يكون المعرض سنويا يعني مره بالسنه افضل ما يكون مرتين بالسنه حتى يكون المشاركه واسعه جدا. اما بقيه الامور ايجابيه، شبابنا مميزين، الاطلاع على المعرض دوره واحده بالسنه، لا هاي السنه مرتين، هاي المره الثانيه كان معرض العراق اللي هذا معرض بغداد يعني اقل السنه هم ذكرى انه خلي يكون فتره اطول حكم وكنا صار قد قد الناس معرض العراق اي وذاك معرض العراق الكتاب هذا معرض بغداد الكتاب ونفس المكان قصدون انه نفس المكان نفس التجمع ايضا امور ثقافيه ادبيه فشيء حلو انه يخلي شبابنا يطلعون على كثير مو فقط القراءه والكتابه اليوم الحلو انه اليوم اكو حتى اشياء لملاعب الاطفال قصص الاطفال وهذا الشيء ينطي يعني انطباع ايجابي للعالم يوم من خلال تغطيتكم نوصل رساله انا بان بغداد بخير وبغداد مو فقط امور سلبيه ومشاكل يعني اقتصاديه وسياسيه لا اليوم فنيه ثقافيه وحلو اليوم كثير حتى بهذه الساعه يعني ممكن قبل ساعتين ما كان ازدحام اليوم صار بهذا الوقت يعني دائما الوقت بعد السته ست الحرج بعد السته بس ترى يمكن حتى خف بين الموظفين بين ما مثلا الناس ترجع من عملها تتوجه بعدين للمعرض، لكن اكو موضوع ثاني اللي مستعد الناس اللي موجودين هنا ممكن موضوع ارتفاع الاسعار نوعا ما خصوصا بالكتب التخصصيه. هذا الموضوع يعني اتمنى انه يكون له حل، يعني الكتاب على سبيل المثال اللي ممكن سعره 2003 يكون 5 يعني هذا يعني امور ماديه للشعب العراقي بصوره عامه. يمكن طالبت الجهات المعنيه انه تخفيض الاجور الايجارات وغير الموضوع حتى يكون يجي المشارك هنا يعني بالجناح او دار النشر يعني الكلفه مالته اقل كلفه الايجار ممكن يقدر يبيع بس لما بدا النشر هم حطه يقول لك انا اذا علي كذا ايجار فاني راح اذا ابيع راح اخسر يعني الحق مع الجميع مع الجميع بس اتمنى ان الدوله تراعي يعني التاجر يقول لك انا اللي عنده مشاركه عنده جناح خاص يقول لك انا اخذ من تاجر، تاجر يقول كذا سعر فاني فرق لي اذا 1000 او 2000 او 3000 فرق لي بقيه الناس اللي يعني الطبقات الوسطى يقول لك احنا يعني نكون نتضرر بهذه المساله، خلي يكون اسعار رمزيه مو اسعار 10000 اكثر شو غالي حتى اللي ما راح يشتري ولا راح يقرا. انا خلي استثمر وجودك بسؤال بما انه انت اعلام ف تعلمنا احنا بالاعلام اخلاقيات المهنه صح. موضوع الاعلام دائما ما ننقل الامانه اهم شيء الامانه والحقيقه صح. المصداقيه احنا بس احنا مو نحكيها بلساننا العدسه ممكن تنقل الواقع أكيد. الجميع موجود هنا من اطفال من كبار من صغار من ابو الدخل المحدود من ابو الحال الميسور يصير بعض الزملاء او مو زملاء وعليهم زملاء بعض الدخلاء على الاعلام يطلع ويخرج بوسائل الاعلام ويتكلم بكلام ما مقبول كلام مو حقيقي يعني يقول انه المعرض خاص للمثقفين لا يعني كلام ما مقبول هذا ما مقبول هو اساسا نشر بعينه صح هذا ما مقبول يعني احنا خلال تواجدنا يمكن احنا لمسنا ومثل ما ذكرت اليوم احنا الاعلام هو العين الحقيقي تنقل للناس احنا اليوم اذا نقول لا كل مره يعني واحد الناس يقول لك كل مره رايح شو مثقف انت كاتب شعر هذا يعني اتمنى هاي هذه اساليب يعني شلون نقول سوداويه بعقل كل شخص يفكر هذا التفكير لا اليوم انا شاب خلي ابطل اليوم انا مو شرط انه انا قارئ واديب وتلقاني كل جمعه بالمتنقي بالقشه لا ممكن اطلع على شغلات بسيطه استفاد من اثر من خلال عملي او خلال حياتي الاجتماعيه اليوم الكتب مو فقط تاريخيه تترفع هنا شوي تغير جو غير جو ترى الكتب مو فقط تاريخيه هي رساله خلينا نوصل مو فقط تاريخيه يعني انا واحد الكتب اللي قريتها موضوع ايضا يخص السيدات قضايا اجتماعيه الاطفال القصص التلوين الاصبح هذا يعني موجوده يعني مو فقط انه الاخلاق مرات همك وكتب وشوي هذا ان شاء الله خلي اتمنى تكون سعرها مجانيه حتى هذه مشكله لكن الحياه طبيعيه وحلوه وجميله اتمنى كل الدورات يعني بقى يومين ينتهي المعرض انا حقيقه اتمنى انه يستمر المعرض لاكثر من يعني اكثر من دوره خلال السنه حلو المشاركات الاعلاميه الثقافيه للادبيه ايضا الاطفال ما
موجودين. العالم يوم حلو من نشاهد رب الأسرة ياخذ عائلته يروح للمعرض، فهذه ممكن السنوات السابقة ما كانت موجودة أنا شاهدت، لكن هذه السنة لا، العوائل موجودة يتفهمون عن نفسهم مرتبط فقط القراءة لها غير جو مكان حلو. أتمنى الصحة والسلامة للجميع والتوفيق لكل شبابنا والجميع. لك حبيب علي الله يسلمك. أرجع وأقول أنه فعلا كلامك، يا ريت نتمنى احنا انه الان المعرض يكون تتمدد اكثر رغم الجهد حقيقه للامانه احكي اللي جاي نبذ احنا ككادر قناه الايام وتغطيه مباشره على مدار ساعتين. الله يسلمك انت علاوي زميلك الاخر، بارك الله فيكم، لكن للامانه ما جاي نحسب تعب، مستمتعين جدا هنا بشوفتك بشوفت هاي الناس الموجودين بشوفت ضيوفنا العرب، فاتمنى انه المعرض ان شاء الله يتمدد امنياتي مثل امنياتك ان شاء الله يتمدد راح يسجل علينا خلينا نرتاح شوي نقول صار حلو. الله يسلمك الاحلى واشكرك، اذكر تواجدكم يعني حلو اليوم مباشر مع الناس، هذه رساله للعالم انه قناه بمباشر وبتغطيات ميدانيه جميله وانت على مبدع هناك التوفيق وكل ما تكبر تحلى حبيبي الغالي عبد العزيز. نعم مشاهدي الكرام متواصلين معكم، وايضا يعني يا ريت ولو هي توقيتات زمنيه محددين القائمين على معرض بغداد الدولي، اتمنى انه المعرض اذا بمجال ممكن يتمدد لان الناس مستمتعه جدا هنا باعتبار صار متنفس للناس هم وعوائلهم. متواصلين معكم لكن الصوت الكوره جميله جميل ظفر عيد.
مكملين تغطيتنا في برنامج خير جليس من معرض بغداد للكتاب. نلتقي مع الأستاذ البغدادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك حبيب أستاذنا الكريم. عجب اليوم طبعاً السدارة البسة يعرفون زملاء المحامين والأساتذة من 96 لبسدها حقيقة بعد ما قدرت تعودت عليها وأصبحت جزء من شخصيتي بالانتخابات وفي أي مكان وفي أي عمل حتى في الخارج أنه يعرفوني أنه يقولون هاي البغدادية متوارثة بس أنا جدي عجيل باشا أول وزير بالدولة العراقية لبسها فظلنا نتوارثة وعني أزا حقيقة يعني قصتها مو أن الملك فيصل الأول هو جاهي نعم الملك فيصل راد أنه يدب الكوفية والعقال فقال شجيب فجاب الطربوش أنه المصر والهذي صحونة الفيصلية إلى إلى بغداد وقسم صحونة البغدادية قسم صحونة الفيصلية أنت رجل قانون نعم نعم سنة. أنا تخرجت بال 96 والآن طالب دكتوراه شهر العاشر إن شاء الله ناقش الدكتور ربي وفقه الله يسلمك عرف باسمك المحامي وطالب دراسات العدة الدكتوراه أزام العماش حسين الزبيدي غرفة محامي واسط تحياتنا أكيد إليك ولأهلنا في محافظة واسط أريد أعرف جيت على نوعية بس الكتب القانونية لو اطلع لا حقيقة يعني متخصص فقط أنه أشتري كتب يخص الطروحة الدكتوراه مالتي اطروحة يعني حقيقة هي اثر جائحة كورونا على الالتزامات العقدية دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الاسلامي بها قوة قاهرة وبها ظروف طالة واثرها على شترة وكذا وغيرها فان شاء الله محتاجين هاي الدراسة في الوقت والله فعلا ان هي نعم صارت مشاكل خاصة انه مثلا ظهرت جائحة كورونا مثلا قديمة صح كانت المرض الجبري الى اخره بس بالعصر الحديث ما ظهرت عندنا الا جائحة كورونا وشركت اثر على الالتزامات العقدية فجاي اكتب ان شاء الله وصلت يعني للنهاية صارت فترة قبل سنوات وعقود تصير اوبئة ايضا تصير اخلالات قانونية وهذا نعم هي اوبئة مثلا قبل ما صارت عندنا بس مثلا عندنا الحرب مع دخولنا الكويت هذه مثلا قوة قوية لو ظروف طارية مثلا بالسقوط بغداد ثلاثة توقفت المحاكم وهذه بها مدد مثلا خلال شهر لازم تميز ما ميزت او مثلا انا مقاول ودبني لك مطار وظلت قواعد ست اشهر هالشي رتب عليه الاثر الغاء كذا هالشكل فاني بحثت بهذا المجال ان شاء الله سمعت خلال كلامك تقول انتخابات هلا كنت يعني انتخابات رشحت كعضو في نقابة المحامين العراقية وما حالفنا الحظ فقصدي من اروح للمحافظات من الموصل الى البصرة يعرفون يقولوا جزامن الزبيدي فمن ينسى قلنا ابو السدارة قلنا جزامن الزبيدي حلوة اشكرك اعطيك اياه ولو انا اصلحت اعطيتك اياه شكرا جزيلا استاذنا العزيز ممنون منك الله يخليك شكرا جزيلا شكرا باشا حبيبي طبعا احبتي المشاهدين اكو شخص من شقيق من جمهورية مصر العربية طيلة ايام المعرض انا دائما اتعارك وياه لان هو اهلاوي وانا احب الزمالك زيك يا باشا شلونك؟ ايه الامور؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام عليك تحكي يا عراقي تعرف ترفتر هيك لوكي؟ ايه خليه يشوف كذا تمام تحكي يا عراقي لا لسه ما حفزتش حاجه شلونك اخبارك؟ شلونك شو اخبارك؟ شكو ما مدلل لك لسه في ايه تاني؟ ايش؟ ليش؟ ايش؟ تقول احنا لهجتنا تشبه الصعيد في اللي هو الجيم والحاجة الكلام دوت لا في شبه السعيد شوية انتوا شبه مصر عامة صحيح فعلا شبه مصر في كل حاجة في الملامح في الناس في الشوارع عامة في المناطق البيوت كل دوت شبه مصر فعلا اشرح لي عن دار الهالة النشر دار الهالة احنا بقالنا 4 سنين الحمد لله تالت معرض لينا في بغداد او خامس معرض لينا في العراق عامة تلقينا معرض بغداد والمدى ومعرض البصرة احنا حابين نهتم شوية نوصل الثقافة عامة مش كروايات بس مش كل حاجة لا انا عندي كتب سينما كتب السينما ان انا حابب اوصل للناس ثقافة السينما التصوير السينمائي عامة كل حاجة عن السينما مصورين فيكم كتب سينما على التصوير السينمائي عامة عندي حاجات برضو الناشئة يافعين اللي هو من سني 8 سنين لحد سني 18 سنة اللي هو السن اللي ما عندوش طيارة بالقراءة اللي هو الروايات ما فيش روايات في السن دوت اما حاجة قليلة او اللي هو ميكي ماوس وحاجات اما فوق نجيب محفوظ فمش هيعرف يقرأ الحاجات المعينة دي تمام انت اسمك ايه انا اسمي محمد محي محمد سؤال اتفضل ليش مصر
او خلينا نحكي تبلغ على لماذا مصر عندها علو بكعبها بموضوع السينما والاعلام مقارنه ببقيه الدول المنطقه؟ بص، هي مصر عندها ثقافة السينما. انتوا على فكرة هنا في العراق برضو عندهم ثقافة حلوة جدا. انت عامة كشعب العراق ما بيقروش حاجة معينة، الحمد لله بيقروا كل حاجة، ودي ميزة في شعب العراق. انا كذا حد دخل سألني على حاجات مختلفة، يعني ما بيقروش روايات بس، يعني احنا عندنا في مصر ممكن يكونوا المتخصصين بياخدوا سينما، بيحبوا الروايات بياخدوا روايات، ما بيعرفوش يجربوا حاجة جديدة. لكن شعب العراق هنا بيحاولوا بيقروا في كل حاجة، عندهم ثقافة كل حاجة، بيقروا في سينما، بيقروا فن تشكيلي، بيقروا قانون، عندهم ثقافة كل حاجة، ما بياخدوش اللي هو بيحتاجه بس، لا أنا باخد اللي بيثقفني، فدي ميزة في العراق. لكن شعب مصر عامة ليه مهتم بالسينما؟ سينما دراما، سينما دراما وإعلام. أحلى مصر هو معروفة كسينما كأكتر أفلام بتطلع عامة كبيست سيلر زي ما بنقول بقى بلغتنا إحنا في الكتب، هي مصرية. هتلاقي مهتمين نسبة وتناسب الشعب المصري كم مليون مثلا؟ كتير. هي احنا ونحسبها نسبة وتناسب اكبر شعب تقريبا هو شعب مصر. احنا لنسى مثلا كسينما متطورين من الاربعينات القرن الماضي، يعني البارحة انا شاهدت فيلم اسمه امير الانتقام انور وجدي 1951. حلو. كم نسمى مصر كان؟ ما هي فيها انا ما اعرفش هنا في حاجات مثلا جامعة التصوير والكلام دوت، يعني في جامعات في التصوير والكلام دوت كله؟ لا كل يعني كلهم مصريين يعني. لا انا ديت بس احنا شعب بنحب الهوايه، بنحب التصوير، بنحب يعني هنا مثلا نقول بيحبوا الثقافه عامه ما بيحبوش الهوايه. احنا عندنا بنحب الهوايه اكتر ممكن من الثقافه. هي ممكن تبقى نسبه وتناسب، يعني انا بحب اقرا الكتاب في ايدي، بحب امسكه في ايدي. في ناس دلوقتي بقت بتتجه للبي دي اف، فهي برضو بقت نسبه وتناسب. رايك في المعرض من ناحيه الحضور مثلا الشعب؟ الحضور طبعا خلينا متفقين اللي هو لا قليل جدا عن المره اللي فاتت، عن المرات اللي انا قابلتها دوت، ان انا اكتشفت من شعب العراق ان في اصلا امتحانات، في دوام، في الكلام دوت كله، فكل دوت اثر. الاجواء العاصفه اللي جت مرتين في الاسبوع واحد دوت، فدوت برضو صعب ان كمواجهه في المعرض. يعني في امتحانات ثلاث مراحل ولا اربع مراحل عندكم هنا، في امتحانات، فكل ده بيأثر في المعرض. فهو الفكره كلها، لكن انا معروف ان معرض بغداد عامه بيكون الحضور فيه كتير، فانا مش متخيل ان الحضور اقل. يعني النهارده الخميس هتلاقي برضو الحضور مش زي كل خميس بتاع معرض بغداد السنه اللي فاتت. دايما يجي الوقت البدل الضائع، ممكن بكره مستنيين. بس هي معروفه يعني، ان شاء الله عندنا امل في شعب العراق ان شاء الله بيجوا، لان هي ما بيقدروش يفوتوا معرض كتاب زي هدى الصلاح لما هلكوا كاس العالم بالدقائق. شفت ضيعنا في كاس العالم. لا يا الله. خير. ايضا اريد اسالك سؤال اخير، يعني اريد اعرف كيف تقيم اقامتك في بغداد كسكن كامور اخرى؟ يعني حسيت انه اكو فرق؟ لا الحمد لله عاصرة العواصم الاخرى. لا صراحة ما حسيتش باي حاجه خالص. انا من نوع مثلا ان انا غالبا ان انا ما بعرفش انام في حته انا غريب عنها. لا انا قاعد في فندق، الناس بتعاملني بمنتهى الاحترام فوق راسي. طبعا كفايه الاستضافه مش بتوع الفندق بس، بتوع شعب العراق، سواء من اول ما نزلت من الطياره الناس فعلا، سواء الاوبر او الكلام ده كله، بيعاملونا كاحنا معانا اللي بيقعد يتفضلوا ويعزمنا. انتوا اهل كرم. لا فعلا انتوا كرم، انا مش حاسس باي فرق خالص. شكرا جزيلا. تسلم. تسلم لحضرتك. تسلم فوق راسي. حياك الله. تسلم. ايضا ننتقل الى ما شاء الله مصر مقابل مصر. السلام عليكم. ندخل استاذ محمد. يلا لازم نسوي رشاقة احنا. خربطتها مو؟ لا تمام ما في مشكله. هي خربطتها شنو بالمصري؟ بحسرتها لخبطتها. زين تمام الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تمام الحمد لله رب العالمين. انت كمان اهلاوي؟ انت كمان اهلاوي؟ طبعا يعني. وفي حد برا مصر على فكره شعبيه الزمالك خارج مصر اكبر. شعب العراق اغلبه مو زمالك. لا احنا اغلبيتنا اهلاويه. كمصريين اهلاويه. والله الاثنين ما فيش بطوله افريقيا. فين؟ هنا؟ السنه دي ان شاء الله. بالمغرب. لا ان شاء الله ناخذها ما تقلقش. لا ان شاء الله ناخذها ما تقلقش. الله يخليك تفضل. يعني مثل ما سالت محمد تعرف باسمك؟ اسمه نور الدين محمد. نور الدين، والمصريين يحبوا اسم محمد. تمام. نور، رايك بمعرض بغداد الدولي؟ بص، هي دي ثاني سنه ليا مشاركه في معرض بغداد.
المعرض طبعا مش هقدر اقول لازم نقول ان هو اتطور، في تطور في الشكل وفي الاسلوب حتى في الخدمات اللي بيقدموها مختلف بردك على السنين اللي فاتت، دي حاجه ملحوظه جدا لازم الناس كلها متفق عليها، حتى في الدعايه حتى في اشكال دور النشر الموجوده، في دور نشر حتى دلوقتي بدات من دول كتير تبقى بتشارك في المعرض، دي حاجه كويسه جدا. طبعا باختلاف طبعا بكل انواع الكتب الموجوده، سواء اطفال سواء كتب ثقافيه سواء كتب دينيه سواء كتب عامه سواء كتب قانون، دي كلها حاجات بتطور في المعرض، دي حاجه كويسه جدا. نعم، رايك بالاقبال؟ يعني محمد كان عنده انتقاد انه قال انه موضوع العدد مو جيد مثل اللي راحت الدورات. هو معروف عن معرض برنامج المفروض هو معرض دولي، المفروض المعارض الدوليه بتعمل لها دعايه افضل يعني اكتر واكتر. نعم. السنه دي كانت بعض الدعايه هنقول قليله شويه، دي اولا. ثانيا برضك بسبب العوامل الظروف المناخ الترابي كان التوقيت ممكن يتعمل في توقيت افضل من كده شويه، في توقيت ممكن يتعمل اللي هو بعيد عن الامتحانات بالذات بتاعه المدارس، بتبقى دي افضل شويه عشان تخلي فيه اقبال من الطلبه ان هم ينزلوا سواء مع الاطفال او مع الكبار، دي حاجه كويسه جدا. حته طبعا الطقس دي يعني ما فيش حد متحكم فيها، بس برضك اكيد كان في ممكن توقيت ياخر المعرض شويه بحيث يقدر يتناسب مع الجو فيبقى فيه اقبال اكتر، وده مش ده اللي متعودين منه في معرض بغداد يعني. كل شكر لك نور. عفوا يا فندم، شرفتنا. طبعا حلقه المشاهدين يعني حلو، يعني ولو انه الان هذا مثل القسم نور انه خاص بالاطفال، يعني ايضا دعوه لكل عوائل الكريم ممكن تجي مع اطفالها قصص تعليميه وامور اخرى واخرى جميله جدا تعلم اليوم الاطفال ابجديات التعليم. طبعا اكيد احنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم، وهذه انتقاله للزميل علاوة احمد. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم، وايضا احنا مثل ما نشيد بجهود القائمين على المعرض وتنظيم المعرض، لابد وان نشكر الهلال، منظمه الهلال الاحمر، على اعتبار اليوم كثير عندكم نشاطات هنا، حملات توعيه وما شابه ذلك، خلينا نتعرف بدايه على طبيعه عملكم. مرحبا، احنا اليوم جمعيه الهلال الاحمر العراقي موجودين في معرض بغداد الدولي للكتاب، في يعني من اجل التوعيه ضد مضاعف المخدرات، ومن اجل ايضا في حال حصول اي ظرف طارئ احنا موجودين كاسعافات، اسعافات اوليه، واحنا موجودين يعني كل ايام من بدايه المعرض لحد اليوم لحد نهايه المعرض ان شاء الله. هاي المبادره الجمعيه قامت لو انتم كمتطوعين حبيت تكونون هنا؟ احنا كمتطوعين تابعين لجمعيه الهلال الاحمر العراقي. حبيت تكونون هنا متواجدين؟ نعم. والناس جاي تتقبل يعني هذا الموضوع التثقيف وموضوع التوعيه، من جاي تترخصون منهم من وقتهم يوقفون يسمعونكم؟ نعم، يعني اكو عوائل يسمعون ونعطيهم محاضره بسيطه عن مثلا المخدرات او شيء، وايضا اكو مثل القصاصات هي موجود بها اضرار. نعم بالضبط، موجود بها اضرار المخدرات ممكن انه يقولها في حال انه ما عندهم وقت للمحادثه. اتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. يعني اولا انت حالتك استثنائيه. اي نعم. يعني متطوع. انا متطوع ومصاب وبنفس الوقت جاي نشوفك تجي هنا وتؤدي واجبك بكل اخلاص. بالضبط. شنو اللي جبرك يعني؟ هو احنا خدمه العالم اهم شيء، خدمه الانسان. انا بصفتي متطوع من جنة الهلال الاحمر اخدم العالم، اذا احتاجوا احتياجات اسعافيه اقدم كل ما اقدر عليه. قدم وانت مصاب؟ بالضبط. اي نعم. شنو بوس على هذا الاخلاص؟ ربي يحفظك يخليك. لا بالخدمه. وبعد شنو ممكن تقدم؟ احنا نقدم توعيه وخدمه اسعافيه للموجودين هنا، اذا احتاجوا اي شيء احنا نكون خدمه. هاي جاي اشوف بوستات هنا ضامن. اي نعم. يعني هاي توعيه عن المخدرات، كيفيه الوقايه. بالضبط. اذا مثل شخص بالعاده اكتشفت انه مصاب بالمخدرات او مدمن المخدرات، شلون تقدر تعالجه؟ شنو الطرق اللي تعالجه بها؟ ويعني كيفيه الوقايه من يمها اصلا؟ صادفتكم حالات اسعافات اوليه؟ بالضبط. احنا كم حاله؟
يعني هواية بس تقريبا جت ترى حداثة هواية يعني ما ماكو شيء هنا يستوجب انه لا مثل حالات الاغماء الصداع الشيء احنا موجودين هنا قبل الكواليس خلف الكواليس قلت مستعد ان بالضبط انا اذا احد يحتاج انه اقدم له اسعافات مستعد افتح ايدي واقدم اسعاف هاي شهامه رب يحفظك الله العظيم رب يسلمك الناس اللي تشوفك رب يحفظك يعني انت مثال هسه رب يسلمك ويخليك لا بالعكس غيرك حمايه عند الجكسارات وقرارات وعاجز عن يقدم خدمه بسيطه للناس لا بالعكس هذا وضعك هذا واجبنا بالعكس احنا نطلب من ايش يعني واجبك الانسان والوطني اريد اعرف الانسان والوطني وكل شيء بالضبط احنا ما نقدم اي شيء يعني لصالح الانسان تخرج انا طالب نعم وين دام جامعه دياله جامعة زيادة من أهالي زيادة لا من أهالي بغداد أنا من أهالي بغداد أي نعم لكن دوامك بزيادة ودوامك هسه أنتم يعني عندكم دوام وامتحانات أنا اليوم خلصت امتحانات واليوم اليوم خلصت امتحانات وجيت هنا بالضبط الله أكبر والله العظيم جاي تخجلني لا بالعكس بالله الكريم جاي تخجلني على هاي هذا الموقف لا بالعكس أنا جاي من الجامعة قبل جيت هنا أريد الله يحفظك ربي يحفظك ويسلمك وإن شاء الله التوفيق ربي يخليك وعسى أن تكون أنه فد مثال هاي الناس اللي جاي شاهدنا هاي الناس اللي انا قاعد واحد قاعد واحد يعني رب يسلمك ويخليك رب يحفظك صحة وعافية ان شاء الله نعم مشاهد الكرام مثل ما شفتوا هو هذا الشاب العراقي هاي الشهامة العراقية بأصعب الظروف هو مصاب وحالته ما تسعفه لكن بالتالي اجى اصر على الحضور بمعرض بغداد حتى يقدم واجبه الانساني وواجبه الوطني للناس اللي موجودين هنا على اعتبار كثير من الحالات اللي ممكن تصير مع الناس هنا وبنفس الوقت جاي يروجون او يثقفون على بحمله لا للمخدرات على اعتبار انه تقضي على الشباب وتدمر شباب العراق السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك واسمك جاي اشوف مؤسسه الانصار الخيريه اي نعم امنيتي يتيم اي نعم شنو هذا المؤسسة؟ أمنية يتيم مؤسسة أنصار خيرية تأسست من 2003 مختصة باليتيم والأرملة أمنية يتيم هو مشروع احنا أطلقناه تقريبا قبل 5 سنوات هذا الموسم الثالث إلي فالمشروع هو عبارة عن انه يعني أيامنا بالتسيحة مسجلين عندنا نجمعهم يسجلون أمنياتهم وبعدها نشوف يعني مانحين أو متبرعين هم يحققون أمنياتهم شلون الأمنيات اللي موجودة هنا؟ هذه الأمنيات هنا موجودة هاي أمنيات الأطفال موجودة هنا أمنية يتيم الاسم مصطفى اسمه مثلا مصطفى راح جبار أي عمره 7 سنوات يتمنى مثلا بايسكل بايسكل أمنية؟ أي أمنية بايسكل الله الله أكبر هذا بايسكل بايسكل هنا مثلا نريد سيارة ريموت هنا تريد دب دب كبير لو وردي أي تريد دب مثلا كبير فأكو أمنيات شوية بسيطة يعني ماكو يعني أشياء كلش بسيطة هنا مثلا ما عندهم مثلا ما عندهم كنتور أو سرير فهم يحبون يكون عندهم كنتور او سرير فهذه امنياتهم يعني كل افراد المؤسسه اللي تعمل هم اللي اسال لو غيرهم بعد جزء من الايتام جزء من عندهم اي نعم فهم اعمار محدده احنا اختاريناهم من يعني اعمار لحد 12 سنه هذه امنياتهم فيعني جمعنا جزء من عندهم وعرضنا هاي الامنيات اي فهذه بعدين نجمع ورا ما يحققون امنياتهم نجمعهم حفله كبيره اليوم يلا شفتكم اي نعم باقي الايام ممكن لا احنا اليوم موجودين وباشر موجودين ان شاء الله بس اليوم وباشر اي ان شاء الله اليوم وباشر موجودين اي ان شاء الله بش وقت جيتوا هنا قبل ساعه تقريبا بدينا اي يعني ناس اكو متبرعين اي اكو دي بدون دي يجون ان شاء الله موجودين اي ان شاء الله موجودين واحنا هسه حاليا بعد ما نكمل الامنيات راح نسوي حفل خاص للايتام ونجمع متبرعين نفسهم ونسلم للاطفال امنياتهم بحضور ال كم أمنية أنا هسه نحصيها جد تقريبا 45 أمنية أي نعم كل الأيتام اللي موجودين عندهم أمنيات كل الموجودين عندهم أمنيات فإحنا نتمنى إنه الموجودين اللي يشوفونا اللي يحبون يشاركون إحنا موجودين هذا الموضوع أخذتوه على عاتقكم يعني شلون تأسست المؤسسة تفضلوا نعم أخذتوه على عاتقكم تأسست المؤسسة بعد دخول الاحتلال طبعا بعد تزايد أعداد الأيتام والأرامل فاحنا اخذنا على عاتقنا انه نفتح المؤسسه ونفتح المجال للايتام او المتبرعين الكفلاء انه يشاركون حتى يعني شوي يعيلون هذه الطبقه من الايتام بالعراق يعني موقف بعد موقف جاي شوفوا هنا اللي موجودين هنا بالمعرض بغداد انتم وجمعيه الهلال الاحمر
والله العظيم انتم مثال يهتدى به، انتم ممكن الاجمل بالمعرض. الله يسلمك، وهذا يعني جزء من واجبنا صراحه تجاه هذه الشريحه يعني الكبيره من المجتمع. اي نعم نعم. الله يوفقكم. الله يسلمك. الله يبارك. جاواكم جد؟ لا لا ما موجود، مو موجودين. اي بس هم موجودين يعني حضروا بامنياتهم. يا رب كل الامنيات تتحقق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لكم، مع السلامه. نعم مشاهدينا الكرام، احنا بالتالي يعني ازعل ان نشوف امنيات اطفالنا وايتامنا بايسيكل دوب وغيرها، يعني هاي الاشياء غير ما كانت بسيطه لكن بالتالي لها قيمه كبيره للايتام واهل العراق وشباب العراق والناس الموجودين العراقيين، العوائل العراقيه بهم البركه، ناس بدت تطوع وبدت تنطي، بالتالي 40 يتيم يعني ما تكلف على ما اعتقد انه مليون واحد كافي على تحقيق امنيه 40 يتيم. متواصل معكم لكن عوده مجددا للزميل ظفر علي. رجعنا وياكم احبة المشاهدين، والان عندنا لقاء مع مدير دار المتن للنشر والتوزيع الاستاذ عامر الساعدي. شلونك استاذ عامر؟ اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مبارك ان شاء الله بخير. الحمد لله ان شاء الله بخير. ما شاء الله يعني تفاعل كبير بدارك. حقيقه هاي مو بس حتى العام اللي الماضي تقريبا كان على 13 ل 14 حفل توقيع، لكن هذه السنه تميزت اكثر الحمد لله والشكر. لحد الان وصلنا الى 12 ويوم غد عندنا تقريبا 2، يوم السبت عندنا 2، يعني تقريبا يوصل عدد الى 16 حبل توقيع. وهذا ما يوصل الى 20؟ لا حاليا ما يوصل 20 حقيقه، لان بعضهم اكو محافظات بعيده استيمانيه. اليوم شفت انا من كربلاء جاي؟ اليوم من كربلاء ومن البصره. من البصره ومن كربلاء محافظات. ويوم غد ان شاء الله حيحضر عندنا من الحله ومن بغداد، ويوم السبت تقريبا ختاميه حتكون عندنا، كلهم حيكونوا من البحر. يوم الختام؟ احنا عندنا بالنسبه لنا يوم السبت نختم حفلات التوقيع. تمديد اتوقع. اكو تمديد احتمال يوم واحد، لكن احنا نبقى نجهز اغراضنا البقيه بالترتيب الان، بيوم السبت المساء نختم يعني بالنسبه لنا. عمر من يوم الخميس الى اليوم ايش قد تقيم المعرض من 10؟ حقيقة احنا اول ثلاث ايام ما قيمنا اي تقييم، لكن بعد اليوم الرابع لا بدينا التقييم، بدينا من 20 الى 30 الى 40 اليوم. انا بالنسبه لي اقيم بال 70 اليوم. ليش غيمت هذا التقييم؟ ما اعرف، لان خميس وعطله او ناس تقريبا حبت بنهايه المعرض تتكاثر او تحضر. اليوم اشوف الحضور مو بس بالقاعه الثالثه، العفو، بالاولى وبالثانيه وبالرابعه بكثره. رغم الاجواء. اجواء روحانيه حلوه بالعكس، يعني اجواء الطقس اليوم. الطقس اليوم هي للاسف الشديد، انا قبل ساعه او ساعتين تقريبا شفنا شويه الغبار، ف نفوسنا شويه تعبت. اتوقع انه حيكون قليل بس الحمد لله. لا الحمد لله والشكر، توقعنا انه يبقى الغبار انه يعني يوم غد يكون ما شاء الله عندكم توأمة بين دارين والحمد لله والشكر نشاهد النجاح. هل اكو بالمستقبل القريب عندكم انه فكرة التوأمة مع دور نشر ممكن عربية؟ والله انعرض انا عليه بالنسبة لي، لان انا اول ما بديت الفكرة مع دار الحداثة بالتوأمة وتقريبا طلعنا من 4 إلى 5 معارض يعني بدينا بها، وانعرض عينت كتوأمة، لكن دار مبتدئة، الدار المبتدئة يراد لها 4 إلى 5 سنوات حتى تنهض وتسوي اسم، يلا تجي على المعارض، لأن يعني مستحيل من أول سنة يجي على معرض، صعب جدا صعب. يعني مستقبلا اكو هذا الفكرة؟ أكيد إن شاء الله اكو إن شاء الله. يعني رأيك بالمشاركة العربية والمشاركة الأجنبية بالمعرض؟ لا المشاركة العربية ضعيفة حقيقة، وأسعارهم جدا غالية، يعني هذا الكلام مو من عندي، من الناس اللي رواد اللي يجون على الدور العربية. يعني الفرق بين الدول العراقية والدول العربية يعني تقريبا مطبوعات الظاهر مطبوعاتهم حقيقة، كأجناس بحوث تاريخ انجليزي ترجمة، يعني انا اشوف مؤلفين يعني يضاهون الدول العربية واكثر، لكن ما اعرف ليش القارئ العراقي المتلقي العراقي يروح على الدول العربية، ما اعرف يعني شنو هو اسعارهم، يعني ممكن الكتاب عندي يوصل لسعره 15 دولار، لكن تجي على الدول العراقيه تلقى اقل من عنده بخمسه او بست دولارات. بس اكو اقبال يعني ما نعرف شنو القصه. اها يعني ممكن نشوف انه مو عراق ممكن انه من باب الفضول من باب القبول او من باب انه مشتري من دار عربيه، هذا ممكن سبب يعني. نعم تحياتنا يا شكرا جزيلا عزيزي، شكرا ممنون ممنون جدا. طبعا احبه المشاهدين يعني رغم الاجواء ولكن الاجواء الداخليه في معرض بغداد الدولي جميله جدا، يعني انا اشاهد الممر يعني عدد كبير جدا
حلو حلو الحركة الثقافية اليوم اللي تصير بالعراق حقيقة كل الشكر، رغم بعض السلبيات، رغم بعض السلبيات اللي صارت ممكن في لوجستيا تنظيميا، ممكن بعض الأخطاء اليوم بأرقى وبأعظم المناسبات إن كانت رياضية ثقافية أيضا تصير أخطاء، ولكن كل الشكر على القائمين على معرض بغداد الدولي، كل التحية والشكر على أكثر من 500 دار نشر شاركوا في معرض بغداد الدولي، كل الشكر للدول اللي شاركت، إيران، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، تركيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، المغرب، تونس، أتوقع أيضا السودان شاركت، دول خليجية عديدة أيضا شاركت، فكل الحب والتحية لكل المشاركين، كل الحب والتحية لكل الزائرين لمعرض بغداد الدولي للكتاب. وانتقل الى علاوة احمد. رجعنا لكم من اجواء المعرض ومن خارج المعرض. اليوم ما شاء الله جاي اشوف المؤسسات الخيرية، مؤسسة الأيتام، مؤسسة الهلال الأحمر، كثير من المنظمات شاركت، حبت تتطوع تقدم خدمة لهذا البلد. وأيضا أنت اليوم كمصور جاي أشوفك تأخذ صور ولقطات للناس. طبعا أول شيء أحب أقدم شكري إلى قناتكم الكريمة. أنا المهندس محمد عيسى من البصرة وهاوي للتصوير، طبعا قاطع المسافة من البصرة إلى هنا لكي أغطي هذا الصرح الجميل وهذا المهرجان اللي ما ينال العراقيين، هذا الشاب العراقي، هذا الشباب العراقيين جاءوا من باقي المحافظات من أجل المشاركة بمعرض بغداد. طبعا هو الأهم أنه شنو إحنا نريد ننجح هذا المهرجان، يعني معرض بغداد وغير المعارض الاخرى المهرجانات ما نجح اذا ما يجون زوار وما يجون رواد الى مو صحيح؟ اعطيني بوسه. الله يسلمك الله يخليك. ومع ذلك احنا مع تغطيتكم انتم الاعلاميه، احنا كل شخص عراقي هو تغطيه اعلاميه لكي يلتفت صوره صحيحه، صوره جميله للعراق الجميل، العراق بعيد عن الحروب، بعيد عن الماساه، بعيد عن كل الاشياء اللي ماخذينها بالاعلام عنه، انه يحب الحياه، يحب هكذا مهرجانات، هكذا ايام جميله. المشكله اكو شكم ناقص ودون منك وبيك عراقي جاي يطعن ومع الاسف يتحدث باشياء. احنا دائما نقول العراقي الاصيل، العراقي اللي متربي من ماي دجله وفرات ومن شط العرب، هذا مستحيل انه هو يخون بلده ويخون حتى بكلمه. يعني احنا هواي اصدقائنا عندنا خارج العراق اذا يسمعون انه واحد حكى على العراق يعني يثور من دمه في سبيل انه دافع عن العراق، والعراق هو بلدنا، يعني احنا مستحيل انه نعوفه. يمكن شفت قبل فتره معرض بالبصره يم صار بالمدينه الرياضيه؟ اي موجود كنت، اي معرض، هو معرض الزهور، معرض الزهور بالشهر واقل هيك. نعم انا كنت موجود ان شاء الله، ونقلنا بصراحه صوره طيبه وجميله عن البصره، وخاصه البصره، البصره مظلومه من كل شيء، مظلومه لانها هي يعني البقر الحلوب لكل المحافظات، النفط، العاصمه الاقتصاديه، رأس العراق، المطلة على الخليج، المطلة على يعني الثقافات الخليجيه والثقافات الاخرى، لكن مع الاسف البصره دائما هي احنا دائما نقول هي مثل السمكه الماكوله المذمومه، مع الاسف يعني هي ان شاء الله دعوه لكل من يسمعني انا من قناتكم المحترمة أنه البصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية، ولولا البصرة لما يعني صارت هيك مهرجانات وهيك احتفالات. أنا أريد الله يوفقك. أشكرك. وأنت أخذت اليوم الكتب اللي تخص مجال عملك؟ أنا بالنسبة لي مهندس لكن هوايتي هي التصوير والكتابة، طبعا أنا كاتب وشاعر و سبع صنايع لكن بخت ان شاء الله ما ضايع وياكم ان شاء الله. الله بخت عضو بخت ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. عيني انا الله يسلمك. استاذ ممكن لقاء؟ شلونك حبيبي؟ الله يخليك. شلونك حبيبي؟ يعني يوم فاتتك هواي اشياء. انا جاوبت فاتتك هواي اشياء. الله اقول لك شنو الفاتت؟ وانت قاعد بالتراب، جلست بالتراب. بس خليني اقول لك شغله واحده. شفت متطوعين من جمعيه الهلال الاحمر؟ واحد منهم مكسور ايده. واقف هنا يقدم خدمه للناس وتوعيه على ضرر المخدرات، وقال بامكاني حتى اذا شفت واحد مصاب مستعد انزع يعني اخلع المسند مالته ويعالج الناس. هذا موضوع. اي اذا اخذ رايك كشاب عراقي اليوم هيك عنده غيره
وهيش عنده شهامه وجاء وشارك. وين طالب؟ الولد اشوفه انا طبعا من بعيد. اي شفته ما شاء الله يديناته الاثنين الله يساعده. اليوم حقيقه تحيه مو فقط اليه، تحيه للهلال الاحمر اللي عاش كل ظروف العراق السيئه اللي مرت، ان كانت كوارث مثلا طبيعيه مرات الصيف فيضانات، او كانت حوادث امنيه، او الحرب ضد اصابات داعش وقبلها وقبلها. الحقيقه هو اليوم يمثل نموذج ايجابي، يمثل الى الجمعيه الهلال الاحمر العراق. فشكرا جزيلا لكل الافكار. اوكي اكو مؤسسه تخص بالايتام امنيات الايتام. شفت الامنيات ناس شباب حلوين متطوعين ماخذين على عاتقهم تحقيق امنيات الايتام. شنو الامنيات شفتها؟ بين بايسكل، بين دوب، بين غيره من الاشياء البسيطه. يعني لو نقدر كلها هاي نحققها احنا بيوم واحد. زين. اذا كثفنا جهدنا. وعليكم السلام حبيبي. اذا كثفنا جهدنا واليوم خلينا دعايه حقيقيه لهذا الموضوع، يستحق هذا الشيء الدعايه ان نقدر اليوم في يوم واحد نحقق كل هاي الامنيات البسيطه. فهاي دعوه من خلال قناه الايام الفضائيه انه الكل تتبرع ان شاء الله بسيطه جدا فيها يتيم. وحيدر مجدي بدل ما قلتي بالتصوير روح تبرع للايتام. حيدر انطفلو. اوكي اوكي. الزم المايك. واحكي لي اجمل شيء شفته بالمعرض طيله هاي الايام. حضور الاطفال. بس اجمل شيء اعظم شيء. لان احنا نعاني من موضوع ان الطفل متجه على الالكترونيات، متجه الى ثقافه جديده. قبل شوي يوم شفتها بين هذه يعني دقات توحد. وبكيت خطيه بسبب هذا الموضوع وجاي هنا تشتغل قصص في سبيل تبعده عن التليفون والايباد. هاي حاله شفتها بس خليها سبقك. انا حكيتها وراح احكيها. اجمل شيء شاهدناه بمعرض بغداد الدولي ولغايه الان منذ انطلاقه لغايه الان شاهدنا عدد الناس الموجودين، الاعداد اللي موجوده، التنوع الطائفي اللي موجودين. احنا شفنا الاديان المسيحيه والفاطميه والمسلم جاي من الكاظميه المقدسه، القى ناس واحد من الحضره القادريه. يعني شيء كلش. هسه ناس من الاخوه المسيح، اكراد من لندن، من كندا. يعني عراق مصغر ما شاء الله. عراق مصغر والله. والكتاب يجمع الجميع. ويا رب ان شاء الله الامن والامان لهذا البلد. وان شاء الله نشوفكم يوم غد في حلقه، وهاي الوجوه الطيبه ان شاء الله ننقل لكم صوتهم ونشوف الاجمل ان شاء الله. تماما تقبلوا تحياتنا وتحيات كادر عمل برنامج خير الجليس. الى اللقاء. We'll be right back.